السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس لهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. ناس لهم معنا، نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد قناة. اليوم اللي غادي نتكلموا على مهاجم مانشستر سيتي يكشف عن خوف لاعبين في البطولة الإنجليزية، وخاصة أصدقاء تاعو اللي يلعبوا معاه، يعني عندهم تواصل يتواصلوا بيناتهم. حنا قبل ما نبداو نقول لكم صحة رمضانكم، صحة فطوركم، وشنا كيفاش أغويرو، وين أغلب اللاعبين يشعرون بالخوف من استئناف المباريات الدور الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بسبب تفشي فيروس كورونا. شو كيفاش اللاعبين متعرضين للخطورة، متعرضين للمرض بطريقة غير مباشرة. شو كي تشوف لهنا، وين تشوف مدور وتشوف زاتشي كأنهم لا يبالون، خاطش على هما قاعدين في البيروات تاعهم يرسلوا لاد الناس يموتوا. عرفتوا هذا اموالهم خاصين، راك اشترى البطوله تاع انجليز لو برومي ليغ دي موند، اول رابطه في العالم، اول رابطه محترفه في العالم لو برومي ليغ. خاطش كان غير يهدر مع على بالوش على برومي ليغ، لو برومي ليغ في الموند، اول رابطه محترفه في العالم. باش نتكلموا مليح، وين اعلن المهاجم المنتخب الارجنتيني ونجم مانشستر سيتي سيرجيو اغويرو ان اغلبيه اللاعبين يشعرون بالخوف من استئناف المباريات الدور الانجليزي الممتاز لكره القدم بسبب تفشي فيروس كورونا، موضح ان هذه المخاوف لدى اللاعبين اللي عندهم، لكونهم لديهم عائلات ورضع. تشوف لعابه كيما تشوف لعابه تاع انجليز، تشوف لعابه تاع الجزائر، لعابه تاع الجزائر عندهم اولادهم، عندهم نساهم، عندهم اماتهم، عندهم عائلات. كاين اللي ساكن مع ربعه خوتو كاع متزوجين، ها ربع انسى خوه التالي راه عنده ثلاثه دراري، نديرو ثلاثه ثلاثه ثلاثه، ها تسعه، مرتو هو 10، هو 11، الى عنده زوج دراري وثلاثه، ها راه في 14، امه 14، امه 15، باباه 16. وين راك رايح صاحبي؟ وين راك رايح؟ ها مالكم انتوما قاعدين، مدور قاعد في بيروه، زتشي قاعد في بيروه، ايا والناس تروح تلعب. اللي بيموت يموت، لا يسهل عليه. كيما نهار اللي قال لك عندنا كيما يقول لك نحافظوا على سلامه المناصر، يعني عقلي هدرنا قلنا يا ودي مناصر وذاك اللاعب راه كيف كيف اللاعب، ماشي الومنيوم، اللاعب ماشي الكواريوم غادي يدخل يلعب، ما مزيبه لعبوشي. المرض كان في من كان في المدرب تاع بليده مسكين، مزيه اللي ربي شافاه هو ومرته، مزيه اللي ربي شافاهم هو ومرته. ايا هذاك المدرب تاع بليده كو كان في الستاد، اللعابه اللي يجوا يمدوا له الخمسه، هو يروح يمد الخمسه، مي تكمل البارتي يمد الخمسه لونترينر، يمد الخمسه سوانيير، يمد الخمسه للبوليسي، يمد الخمسه كاش واحد فماك عساس في الستاد. ايا انت يا روح قول لي، هيا روح قول لي اللعابه تاعوك ويربحوا يدخل لي هنأهم قاع يمد لهم الخمسه. هيا روح انت قول لي، هيا ذاك اللي يجي خارج يكون يدخل بلاصو اللي يكون يلعب، يجي خارج يمد له الخمسه. هيا روح انت نهضر، وي هيا هضر معايا، يهضر وين توصل لي، وين توصل؟ خممت انت على المناصر ما يدخلش الستاد في طول تلعبوا كيما تبغوا، تقلبوا الزودياك تولوا تلعبوا بها كيما تبغوا، خممتوا غير ارواحكم، بصح ما خممتوش على اللعاب، ما عندكمش اهميه، خاطش نتوما قاعدين بيروات تاعكم برد الحال، ولا الا كان البرد تطلقوا الحمار، ولا كان برد الحال الا كان الحمار تطلقوا برد الحال، ولا كان البرد تطلقوا الحمار، ما على بالكمش كاع بيها. عندكم اوراق يتعمرهم ادمر لاربيت الحاكم، لونترينر يخلص يخبس مع الحاكم، اي انهردت، اي شيء يبقى. هيا هذوك جايين من الشرق، جايين بيلعبوا في البليده يدوها للشرق، وذوك لي وتاع البليده يديبلاصو للغرب يمدوها وهي ماشيه، وهذوك يزيدوا يديبلاصو والاخرين يجوا عندهم هيا وهي ماشيه 10 ايام 12 يوم باش تبان يكونوا عاديين امه. هاو الناس كيفاش. وقال أغويرو في تصريحات للصحيفه انه خائف، أنا خائف، لكني أعيش مع صديقتي ولا أتواصل مع أشخاص آخرين،
أمارس الحجر الصحي في منزلي، والشخص الوحيد الذي يمكن أن أنقل العدوى إليه هو صديقتي. وأضاف: زملائي سيكونون مشدودين الأعصاب وشديدين الحرص على الدرجة الكبيرة وأعلى درجة كبيرة من التوتر والحذر عندما يعودون إلى الملاعب. وكانت الرابطة الدور الإنجليزي قد أعربت عن أملها بالعودة للنشاط الرياضي وين في الشهر الجاي المقبل، وهو الأمر الذي يحثهم على اللاعبين استئناف تدريبات في 18 ماي، وهو الأمر الذي سيتم بحث خلال اجتماع الأندية يوم الجمعة. إصابة ويفانيك شنا كيفاش إصابة ديبالا بالكورونا للمرة الرابعة تهدد مخططات استئناف الموسم الدوري الإيطالي. شوف كيفاش الطليان ديبالا هذه الرابعة هو ينقذب، يبرا يعاود ينقذب، يبرا يعاود ينقذب. شوف كيفاش صعيبة ماهي سهلة. وإن ضاعف النجم الأرجنتيني باولو ديبالا المهاجم الفريق جوفنتوس الإيطالي من حالة القلق التي تسود المجتمع الرياضي الدولي بسبب غموض الذي يحيط بموعد عودة الحياة للملاعب والمسابقة الرياضية مرة أخرى. يعني ما يسهل باش تعاود تولي يا صاحبي، خاطر هذا المرض مشى معارفينه، هذه ماشي حاجة باينة هكا ماشينا قلبوها ولا حاجة قاضبينا، هذا مرض مجهري ما يبانش، ما تقدرش تايا الناس اللي راه مريض اللي مشى مريض، ما تجيبش تكذب. هذا هو راه يدور، انت والزهر، انت والزهر وين راه قاضي. راك تشوف بارتيه تاع اتلانتا مع فالنسيا، هذوك راحوا 35000، هذوك راحوا منا، لصقت تكوبلت تكوبلت عشتها راهي ماشيه شايعه كاع اسبانيا طليان فرنسا. جوفنتوس راحت ليون اكتشو ومشات طلعت ايش لعبه صاحبي، والله ما راهي لعبه بنادم. حنا لهنا يديروا اجتماعات في انت يا بل انت كيسموك مدور روزتي داير اجتماعات بالفيديو، نتوما خايفين وتقولوا لولاد الناس روحوا تترينوا، ماشي خايفين نتوما، خايفين على روحكم. هذو فريق عندهم عائلات، فريق يخافوا على روحهم، هذوك فريق عندهم عائلات كيما انت عندك عائله تخمم عليها، هذوك فريق مساكين، هذوك فريق اللعابه فريق عندهم عائلات ويخافوا عليهم. ولاكم حاسبينهم جايين من المريخ؟ هذو ما ينضروا ما والو. عرفتوا لعاب اموال ماشي زعقه، اموال اموال عندهم اموال، يعني راهم مضيعين دراهم، مضيعين شهرة صورتو اللعابة. القوار هذو الشهرة عنده شهرة ماشي كيما الشهرة، يحوس على الشهرة، يحوس يلعب، يحوس كل يوم يبان، ماذا به كل يوم يبان كيما كريستيانو، ماذا بهم اللعابة كل يوم يبانوا. بصح صاب بلي صحته هي الأولى، أيقول بلي يا ودي لا، ماذا بينا يحبسوها حتى العام الجاي، يبداو 2020 حنا لهنا حاقدين باغين يقارعوا وين تاكو، يقولوا لهم غد غد يقولوا ضرب في الليل، ضرب في الليل للنصو ما يقارعوش كاع. يقول لك حاجه صحي، يقول لك حاجه صحي، وين بيجي تروح انت الى البنتنا الى الكنز، ما الكنز هاني كيضربوكم البنتنا، وين بيجي تروح، وين بيجي تقدم، وين؟ ربي يحفظكم ان شاء الله، نخليكم الف قطار. زادشي تاع لافاب، زادشي تاع لافاب اللي زادشي يدي الف قطار، يدي الف قطار. الرشا وام الزبوج، الرشا وام الزبوج، الرشايقه هذه يعني راها الاولى وطنيا في إنتاج البصل، والأولى وطنيا في إنتاج الثوم، وعندها مكانة مرموقة في إنتاج البطاطا، وخيرات ربي ها هم هنا يجوا الدولار ويبيعوها. ألف هكتار لزاتشي فيه ويبيعوها، ألف
ألف قطار لزاتشي يجوي الدولار ويبيعوها ألف قطار لزاتشي فيك.